جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. يقول: رجل قام بأداء العمرة، طاف بالبيت وسعى بين الصفا والمروة، ولكن نسي أن يقصر من شعره إلا بعد فك الإحرام، فماذا عليه رغم أنه قصر مباشرة بعد فك الإحرام؟ ليس عليه شيء ما دام أنه قصر، نعم، فقد أكمل مناسك العمرة الحمد لله، ويعفى عن لبسه المخيط قبل الإحرام لأنه لم يتعمد، لأنه لبس ذلك ناسيا، ليس عليه شيء لأنه لم يتعمد لبس المخيط. نعم. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. وإلا من المشروع أن يكون لبس المخيط بعد الحلاقة شيخ عبد الأب أو بعد التقصير؟ بعد إكمال مناسك العمرة، بعد الإكمال، وآخر مناسك العمرة هو الحلقة والتقصير. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم.